السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعيني ومتابعين موضوع النسيج. اليوم حبيت أطلع معكم أنا بهذا الشريط القصير، بس لحتى أخبركم عن موعد الأول من شوال. على كل إن كل عام وأنتم بخير، الناس اللي صاموا تقبل الله صيامكم وقيامكم، وإن شاء الله بينعاد عليكم بالخير والبركة إن شاء الله. وأنا كتير يعني زعلان على مواضيع اللي عم تصير حاليا بغزة بفلسطين، علما أنه أنا بعرف أنه هي كلياتها لعبة. يعني سبب اللعبة هي يعني هو فقط إخراج أو تخريج 2 مليون فلسطيني من غزة وطردهم من غزة واحتوائهم بسيناء من قبل مصر. هاي اللعبة عم يلعبوها، حتى يعني وقت اللي بتشوفوا هي انه اسم ايران دخل بالموضوع معناتها الشغلة متفق عليها سابقا. يعني عم يحاولوا يورجوكم انه الحجرة او البحصة شلون عم تضرب الدبابة. على كل هاي مواضيع سياسية نحن ما دخلنا فيها، بس انا كثير يعني بوقف مع الشعب الفلسطيني وبوقف مع القضية الفلسطينية يعني بكل مشاعري. على كل أعزائي الكرام، نرجع لموضوع الأول من شوال. هلأ اليوم 13 أكتوبر، بكرة 14 أكتوبر الساعة 9 صباحا تقريبا بده يصير كسوف شمسي عنا هون بغرب أمريكا. يعني بدنا نشوفه نحن بمنطقة كاليفورنيا والألاسكا، يعني كاليفورنيا أوريغون وواشنطن وبعدين كندا بعدين ألاسكا للشمال، كلياتنا بدنا نشوف الساعة 9 الصبح كسوف شمسي. والكسوف الشمسي يا أعزائي هو فلكيا بداية الشهر القمري فلكيا. يعني بالنسبة إلي أنا بكاليفورنيا يوم 15 بده يكون الأول من شوال فلكيا. هلأ نظام الرؤية بده يضطرني أني استنى يوم كامل، يعني بيوم 15 أنا بشوف الهلال، بيوم 16 الصبح بيكون أول يوم من شوال. هذا على نظام الرؤية، وأنا دائما بتبع الرؤية وأنتم بتعرفوني أنه بتبع الرؤية. ولكن الذي حصل بسنة 23 أنه الدول العربية كلها اتفقت أنه تبلش رمضان اللي حدث في مايو بشكل فلكي. أم لما اجتمعنا نحن بالمشروع التقويم قلنا طالما العرب اتفقوا على الحساب الفلكي تعالوا نحن نبلش بالحساب الفلكي، فبدأنا رمضان بالحساب الفلكي. هلأ إذا بدنا ننهي بشكل فلكي فيوم 15 هو أول من شوال بالنسبة لكاليفورنيا. هلأ إذا قديش في فرق بين كاليفورنيا ومكة؟ في تقريبا فرق تقريبا 9 ساعات، يعني 9 ساعات بيوم 14 وقت اللي بيكون نحن عندنا كسوف شمسي الساعة 9 الصبح ما راح ينشاف نهائيا لا بمكة ولا بالمناطق العربية كلياتها هذا الكسوف الشمسي، وإنما القمر راح يغرب قبل الشمس عندكم بيوم 14. وطالما غرب القمر قبل الشمس معناتها لساتنا بالشهر اللي قبله، ما دخلنا فلكيا بالشهر الجديد. معناتها يوم 14 بالنسبة لكم ما له إعلان للشهر الجديد، وإنما يوم 15 فلكيا عندكم بمكة هو آخر يوم بالشهر القمري، ويوم 16 الصبح بيكون أول يوم شوال. هذا فلكيا إذا بدنا نحسبه حتى من عندكم من الدول العربية 16. طيب إذا أنا بدي استنى لحتى أشوف الهلال
معناتها انا حتى هون بكاليفورنيا لشوف الهلال من بعد الكسوف بدي ليوم 15، معناته يوم 16 هو اول يوم من ايام شوال. هذا على نظام الرؤيه من عندي. هلا من عندكم انتم اكيد راح تشوفوا انتم بيوم 15، راح يكون واضح بالنسبه لكم، وانا يعني بشجع الشباب كلياتهم انه يطلعوا بيوم 15 ويرصدوا لنا الهلال من بعد غروب الشمس مباشره، ومن نفس الزاويه اللي بتغرب فيها الشمس طلعوا على نفس الزاويه يا جماعه، وحاولوا تشوفوا من بعد غروب الشفق بتشوفوا الهلال على فوق خط الافق من نفس المنطقه اللي غابت فيها الشمس. صوروا لنا اياها وحطوا لنا اياها على على الموقع. ويوم 16 ان شاء الله هو اول يوم من ايام شوال، 16 اكتوبر. وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.